ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للمفاجأة بتاعتنا النهاردة في المناسبة العظيمة، الأم العظيمة بمئة راجل والأم المثالية وأم لكل المصريين، الحاجة صبرية محمد الجبالي. صبرية. أيوة صبرية، اسم جميل على فكرة. الحمد لله، يعلم الصبر زي ما انت علمتنا الصبر. ربنا يجعلنا من الصابرين. آمين يا رب العالمين، ربنا يجعلنا من الصابرين. خلينا نطلع فاصل صغير ونشوف تقرير للحاجة صبرية محمد الجبالي، ونشوف مشوار حياتها وحكايتها مع الزمن والحياة، وقدرت تثبت للأسرة والمجتمع والمنطقة اللي هي ساكنة فيها، وكمان للشاشة بتاعتنا في التقرير اللي احنا نشوفه دلوقتي، ان هي ام لكل المصريين وام 100 راجل، وربنا يديها الصحة يا رب وطولة العمر. خلينا نشوف تقرير ونرجع تاني، اوعى تروحوا بعيد. كافحت وربيتنا وما حرمتناش من حاجه خالص، وما بتاخرش على قد اي حد في اي حاجه، سواء عيالها ولا جيرانها ولا بتوع المنطقه ولا بتوع اللي هنا المكان، وربنا يخليها لنا ويديها طول العمر. هي اللي شالتني وهي اللي وقفت معانا وجوزي الله يرحمه من بعد ما يتوفى، شفتش امي زيها. حاجه صبريه مربيانا، وامي ربنا عوضني بيها بعد امي، انا امي ميتها هي اللي معوضاني بيها. انا اتربيت على حاله العدس اللي هي بتاعت الحاجه صبريه، فدي حاجه كويسه جدا يعني لينا هنا في السوق، وكمان هي اللي مربيانا تمام، وكمان هي طول عمرها يعني واخدانا يعني بالنسبه لها احنا عيالها مش ناس غراب، والحمد لله رب العالمين يعني يعني البركه بتاعت الحاجه في الطبق العدس بتاع الحاجه صبريه، الحمد لله يعني هو اللي مقوينا وهو اللي مخلينا نعرف نشتغل هنا في السوق تمام، وبنعرف نعتمد على نفسنا يعني حسب تربيه الحاجه. أنا اسمي صبرية محمد جبالي، بشتغل في العتبة هنا من بعد ما جوزي توفى، كنت عند جامعة الطوية وبعدين اتنقلت بيت هنا. أنا بشتغل في الصيف جبنة فول بطاطس مسقعة فرن كده، أما في الشتاء عدس بس. أنا من بالليل حوالي يعني أسلقه بالعصر كده المغرب كده أو العصر، وبالليل حوالي الساعة واحدة ونص أو كده بنضرب مرتبني تقوم تضربولي في الخلاط عشان أنا تعبانة اليومين دول. كنت بنزل الساعة 2 وواحدة، من ساعة ما تعبت بنزل الساعة 4 الفجر. طبعا باجي ناس لقى ناس مستنياني هنا عشان تفطر وكده، أنا مسمعة والحمد لله ولقمتي نظيفة وكويسة، ما أقدرش أقول إن أنا بعمله إزاي. ده سر المهنة. أنا عندي 83 سنة الحمد لله، ربنا مقويني. بقول لك اسعى يا عبد ونسعى معاك. معايا اربع صبيان وبنتين، وابوهم متوفي بتاع 35 سنه، ربيتهم الحمد لله ومربيهم من ساعه ما ابوهم سابهم لي صغيرين، وربيتهم من شقايه كده وجوزتهم من شقايه. انا مدتي ما كانش في تعليم ولا في اي حاجه، انا دلوقتي اقرا واكتب وكل حاجه. ناس كتير قالت انت تعبانه وكده ارتاحوا، قلت لهم لا المجاهده حلوه لازم اكل بشقايه كده. الحمد لله عندي السكر والقلب والضغط، عندي كل حاجه يعني، بس الحمد لله لما تخرج الساعه الصبحيه من بيتك تقول يا رب افتحها عليا ويحنن علينا وعلى الناس كلها وكده، ويشفيني ويشفي كل مريض، يبقى ما فيش اي حاجه في جسمي الحمد لله.